السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في قناتكم تفسير الأحلام مع عبد الله السيد. هذه القناة اللي بننزل فيها أذكار وأوراد وبننزل فيها بعض فيديوهات التفسير وبننزل أيضا بعض من أسرار القرآن الكريم الكثيرة جدا التي لا تعد ولا تحصى. هذه القناة اللي بفضل الله الحمد لله يعني تعدت وهتتجاوز ان شاء الله 650,000 مشترك، ودي حاجة انا يعني انتوا متعرفوش يا جماعة انبساطي بيها عامل ازاي. مش عشان مثلا قناتي واصلة كذا ولا كده، انا ما بيفرقش معايا الكلام ده، ولكن انا مبسوط ان اغلب المتابعين الحمد لله تغيرت حياتهم بفضل القرآن الكريم مش بفضل العبد الفقير الى الله. وفي زمن قصر فيه من يعملون السحر ومن يفعلون بعض الأمور الشركية وكده، هذه القناة من أكثر القنوات التي تحارب هؤلاء، لأن هذه القناة أصلا يا جماعة انشئت بغرض أن لكل مشكلة في حياتك حل من القرآن الكريم، ولكل مشكلة في حياتك حل أن أنت تلجأ لله، ولكل كلمة وكل حرف وكل اسم من أسماء الله تعالى الحسنى وكل كلمة في القرآن الكريم لها سر من الأسرار. النهاردة إن شاء الله أنا جايب لكم سورة المعجزات وسورة تحقيق ما تتمنى. هذه السورة التي جاء في فضلها وجاء في أسرارها الكثير، هذه السورة التي تفيد في البدايات الجديدة، يعني لو أنت عايز الله عز وجل يفتح عليك بابا من أبواب الرزق أو تبدأ بداية جديدة أو تلاقي الله تعالى فتح لك بابا من أبواب الأعمال مثلا أو العمل لو أنت داخل في مجال وظيفة أو كده، هذه السورة مفيدة جدا في هذا الشأن. هذه السورة يا جماعة من أكثر السور اللي رأيتها أكثرها يعني تجارب في النصرة على الأعداء، يعني من أكثر السور اللي بتفيد جدا في الانتصار على الأعداء. وهذه السورة أيضا يا جماعة من أكثر السور القرآنية إفادة في إصلاح الأمور، يعني لو أنت عندك أمورك معطلة أو في بعض الأمور في حياتك معطلة زي باب الرزق عندك معطل أو باب الزواج أو أي باب من الأبواب، هذه السورة يا جماعة قوية جدا في إصلاح الأمور السيئة. وطبعا لان ده كلام الله عز وجل، والله عز وجل اودع فيه اسرار، والله تعالى قال وننزل من بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين، يعني القران الكريم في قول صريح في القران اهو شفاء ورحمه. شفاء يعني شفاء عام، شفاء للابدان وشفاء للقلوب وشفاء لكل مشاكلك وعلاج لكل ازماتك ومشاكلك. النهارده ان شاء الله انا اوعدك ان انت لو طبقت هذه الفائده وقرات هذه السوره باذن الله حياتك هتتغير، لان السوره دي يا جماعه عظيمه جدا 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 وبجد فيها فوائد يعني كثيره جدا فوق ما تتوقعوا اكثر مما تتخيلوا. طيب السوره ايه هي يا عبد الله؟ السوره يا جماعه هي سوره الفتح اللي هي بتبدا ببسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه السوره اللي فيها خيرات وبشائر وامور كثيره جدا. السوره دي يا جماعه باذن الله لو انت قراتها بهذه الطريقه في النصف الثاني من شهر شعبان ان شاء الله هتجد البشارات والفوائد والخيرات الكثيرة جدا على حياتك، والبشارات والفوائد دي هتمتد لتشمل كل جوانب حياتك، وهقول لكم كمان على ثمرات الفايدة وطريقة الفايدة والتفاصيل الفايدة. بس قبل ما ابدأ اتمنى لو انت جديد في القناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو انت معايا قديم في القناة اضغط على زر اللايك ودعي لي دعوة في التعليقات بالتوفيق. ويلا بينا يا احبابي نسمي الله ونبدأ في ذكر التفاصيل والصورة ونقرأها ازاي وكده، يلا بينا نبدأ في ذكر التفاصيل. طبعا يا جماعه باذن الله هذه السوره زي ما قلت لك هتفيدك جدا في فتح الابواب المغلقه، وهتفيدك جدا ايضا لو انت حاسس ان الابواب مغلقه امامك. الابواب مش معناها مادي ولكن ده معنى مجازي. ابواب يا جماعه يعني بتلاقي نفسك عندك تعطلات، بتلاقي نفسك الرزق معاك قليل، بتلاقي نفسك مفيش بركه في الفلوس، بتلاقي نفسك عندك على طول حزن. كل دي ابواب مغلقه وكل دي طاقات سلبيه. طب انت ليه يبقى عندك طاقات سلبيه وانت اصلا القران الكريم فيه حل لكل مشاكلك، القران الكريم فيه حل لكل العقبات والازمات اللي بتواجهك. فبالتالي زي ما قلت لكم هي بتفيد جدا في اصلاح ايضا الامور السيئه. لو انت مثلا عندك مثلا زواج او عندك باب مثلا باب الرزق، كل الامور دي مثلا معطله امامك، السوره دي قويه جدا في اصلاح هذه الامور السيئه. وعلى فكره يا جماعه هذا الكلام ليس كلاما ارتجاليا، يعني انا مش بقول كده وخلاص، الكلام ده بناء عن تجارب، بناء عن دراسات، بناء عن تجارب ناس كثيرة جدا طبقت هذه السورة. يعني الكلام ده أنا جايبه عن دراية وعن قراءة، بس بشرط أما تيجي تعمل الفايدة يا جماعة لازم تبقى عندك يقين في الله وتقرأ بجسدك وبروحك، يعني لازم تبقى مستشعر الفايدة ومستشعر أن أنت بتلجأ لله، تبقى عندك يقين كده، تبقى حاطط في جواك اليقين. فاهمين يا جماعة؟ ما ترددش وخلاص، القراءة وخلاص الأمر ده مش حلو، لازم تقرأ بيقين.
طيب زي ما قلت لك هتفيدك في غلب الريسك واصلاح الامور السيئه وغير ذلك من الفوائد والثمرات الكثيره جدا. احلى حاجه في طريقه تطبيق الفائده دي يا جماعه ان هي سهله جدا جدا جدا، هي طريقه تطبيقها سهله. كل اللي طالبه منك باذن الله ان هذه الفائده في البدايه لا يشترط فيها اي يوم معين من الايام ولا وقت معين من الاوقات، يعني ممكن تعملها في اي يوم من ايام شهر النصف الثاني من شعبان، ممكن تعملها في اي يوم من الايام، وممكن تعملها ايضا في اي وقت من الاوقات، يعني ممكن تختار وقت الصبح وقت بالليل وقت كده تمام. لكن اهم شرط محتاجه تعمله زي ما احنا متعودين عليه هو ان انت تبقى قاعد في مكان فيه هدوء. لو لم يتوفر معك غرفه لوحدك فتكفي فقط او يكفي فقط ان انت تقعد في مكان او تجلس في مكان فيه هدوء، يعني المكان اللي انت تبقى جالس فيه يبقى فيه هدوء تمام. طيب ايه اللي انا بعمله يا عبد الله او ايه الامر اللي انا بعمله؟ بتقعد باذن الله في مكان فيه هدوء، وقراءتك تبقى بصوت مسموع لنفسك، ويفضل طبعا ودي بناء على تجربه العبد الفقير لله ما انت تيجي تلجا لو كده تبقى واضع رائحه مسك، يعني تبقى واضع مسك. لكن لو لم يتوفر عادي يكفي رائحه طيبه، يعني انت بتبقى جالس كده ومتوجه لله، الامر بيبقى يعني الافضل ان انت تبقى على كامل زينتك. بتقعد باذن الله وتتوجه للقبله وانت عندك يقين في الله عز وجل، واول حاجه باذن الله بتقوم بفعلها هي ان انت باذن الله بتقوم بقراءه هذه السوره العظيمه 3 مرات. بتقرا هذه السوره يا جماعه 3 مرات، والسوره هي سوره الفتح. تقرا سوره الفتح 3 مرات كامله. طيب دي اول خطوه في الفايده اللي هي قراءه سوره الفتح 3 مرات كامله. بعد باذن الله ما تقوم بقراءه سوره الفتح 3 مرات كامله بنيجي للخطوه الثانيه في الفايده ان شاء الله، وهي انت بتقول هذا الاسم العظيم 87 مره، والعدد ليس الزاميا، قلتها كتير وبقولها كتير في القناه، يعني ان مثلا قلتها 86 نسيت قلتها 86 الفايده تنجح تمام يا جماعه. هي الاعداد بتبقى لبعض الحسابات والارقام لكنها ليست الزاميه. بتقول يا فتاح 87 مره، يبقى اذا اول حاجه سوره الفتح 3 مرات، دي أول خطوة في الفايدة إن أنت بإذن الله بتقوم بقراءة سورة الفتح 3 مرات. بعد ذلك بإذن الله بنيجي للخطوة الثانية زي ما قلت لك، وهي إن أنت بتقول يا فتاح 87 مرة. بعد ذلك إن شاء الله بنيجي لثالث خطوة في الفايدة، وهي بإذن الله إن أنت بتقرأ سورة الواقعة مرة واحدة فقط. يبقى إذا إحنا قلنا في البداية سورة الفتح 3 مرات، بعد كده يا فتاح 87 مرة، بعد كده سورة الواقعة مرة واحدة فقط. بعد ذلك بإذن الله بنختم الفايدة خالص، آخر خطوة في الفايدة خالص، وهي إن أنت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية اللي هي إحنا بنقولها في التشهد 21 مرة. طبعًا هتلاقيني كاتب لك الصيغة الإبراهيمية في صندوق الوصف، وأنا دايمًا متعود إن أنا بكتب لك كل التفاصيل والخطوات بتاعة الفايدة في صندوق الوصف. أنت لو طبقت الفايدة دي بإذن الله بالخطوات اللي قلتها لك بنية اللجوء لله أولًا، ثم أن يفتح الله عليك بباب من أبواب الرزق، ثم أن يصلح الله لك كل أمورك السيئة، بإذن الله هتشوف المعجزات. بس كده يا حبايبي يكون الفيديو خلص، أسأل الله أن يوفقكم يا رب ويحقق لكم كل ما تتمنوا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.